بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، المكرم مدير المدرسة، المكرم وكيل المدرسة، أساتذتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد فصل أول ألف أن يقدم لكم الإذاعة المدرسية لهذا اليوم، وخير ما نبدأ به آيات من القرآن الكريم يتلوها عليكم الطالب طارق الثويني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والآن مع الحديث الشريف والطالب حاتم الحربي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب وهو في سبيل الله حتى يرجع. ومع الدعاء والطالب يزيد الزهراني. اللهم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ومع الحكمة والطالب فيصل الغامدي. من أشرى حكيما متى عليما. ومع حيل سعلم والطالب رثمان الشهري. هل تعلم إن بر الوالدين سبب دخول الجنة؟ ونصيحة يهديها إليكم الطالب هشام مانع. نصيحة: لا تؤجل أمر اليوم إلى الغد. هل تريد كنزا في الجنة؟ ومع الطالب سلمان عارف. إذا أردت أن يكون لك كنز من كنوز الجنة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع الكلمة والطالب عبد الله المطلق. أنا عبد الله ومدينة الدبين، أحب أن أجلس على الصادقين وأنادي شروق شمسي وأشمع غمري قوارب سراعية. ومع الكلمة والطالب محمد أحمد. أنا أحب مدرستي. ومع الكلمة والطالب يوسف سلطان. أنا أحب وطني. وقصيدة اليوم يلقيها على مسامعكم الطالب تميم القحطاني. اكتب يا قلمي وترنم وتقدم بالعلم تقدم، إني يا قلمي مجتهد وجهادي للملك مقدم. اكتب يا قلمي وترنم، اكتب يا قلمي عن وطني كي يقرأ كل الأحفاد، فمليكي يرعى مملكتي واليوم نراها تتقدم. اكتب يا قلمي وترنم، اكتب يا قلمي يا قلمي، إن اللحظات تحسب من عمري وحياتي، سأسابق دوما للمجد ونجاحي عني يتكلم. اكتب يا قلمي وترنم، أحلامي أحلامي وصل الأمجاد
وطريقي فخر الأجداد، مهما ألقى طول اليوم لن أكسل أبدًا وأندم، لن أكسل أبدًا وأندم، لن أكسل أبدًا وأندم. أكتب يا قلمي وترنم. ومع قصيدة المعلم يلقيها عليكم الطالب طارق السويني. يا مشعلا من نور يبدد الديجور وينشر الضياء والعلم والسرور، يا قدوة الأجيال يا شمعة تذوب، كم تزرع الآمال وتسعد القلوب. علمتنا الوفاء والصدق والإخاء، يا منبع النقاء والخير والعطاء، والخير والعطاء، والخير والعطاء. زملائي الأعزاء، بالحب والأمل عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا ركب الزمان، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. قدم لكم إذاعة اليوم الدكتور تميم العضيبي، إشراف الأستاذ محمد درويش.